هنتابع دلوقتي مع حضراتكم أبرز فعاليات اليوم في مهرجان العالمين مع زميلتنا جمانة ماهر. مساء الفل عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا فسانت، مساء الخير على كل مشاهدين القناة الأولى في كل مكان. طبعا لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا لفعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية، وزي ما كانت فسانت بتقول بالظبط في فعاليات وأنشطة كتير جدا جدا، وكل يوم عن يوم الحقيقة الأجواء بتزيد حماسة وبيبقى فيه اكتيفيتيز وأنشطة وفعاليات أقوى وأقوى. يمكن زي ما قلت يا فسانت لسه مكملين في مهرجان العالمين مع برنامج السيرك القومي، وفي كمان حفلات كرنفالية للتنورة التراثية، وكمان طبعا مش هنقدر بقى ننسى خالص الماتش القوي جدا، ماتش البادل اللي كان موجود النهارده في ممشى العالمين، كان فرقه كابتن احمد حسن وكابتن سيد معوض، وكان في فريق منافس الحقيقه كمان كان فريق قوي، كان الخصم كمان قوي جدا، بس كابتن احمد حسن وكابتن سيد معوض الحقيقه قدموا اداء قوي جدا، وفي الاخر هم اللي فازوا الحقيقه. وبالمناسبه احنا كمان معانا لقاء لكابتن احمد حسن يكون معاكم بعد شويه. كمان لسه كره طائره شاطئيه كمان كان لسه مكمله معانا، ده غير الباراموتر واللي كمان هتتابعوا تقرير عنه مهم جدا، وده غير بقى كمان الفنون، فرقه الفنون الشعبيه اللي موجوده، وكمان كوكو كابانا طبعا ده مركز للحيوانات الاليفه اللي موجود كمان في مدينه العالمين الجديده. زي ما قلتي فسانت انت محضره لنا النهارده على مدار الايام اللي فاتت، انت محضره لنا النهارده مفاجات كثيره قوي على مدار الحلقه. والله حضراتكم فاجات فعلا. احنا متحمسين قوي ان احنا نتفرج عليها، بس ادينا احرق لنا كده اي حاجه بسيطه قوي. انا حرقت لكم على فكره انه في لقاء مع كابتن احمد حسن، هتعرفوا منه بقى ازاي قدر يتغلب على الفريق الخصم، هتعرفوا منه مين عايز يقابله تاني في ماتش بادل تاني، هتعرفوا منه مين عايز يكون موجود معاه في الفريق، هتعرفوا تفاصيل شويه كتير من كابتن احمد حسن، وكمان هتشوفوا بقى الباراموتر. انت سالتيني قبل كده على الباراموتر يا فسانت، وانا قلت لك انا مش هحكي لك، انا هوريكي صح؟ حقيقي حقيقي، وانا النهارده مستنيه اتفرج على اللي حصل في الباراموتر. يعني انا لسه ما اعرفش، لكن متخيله طبعا انت ممكن تكوني عملت ايه، لان انت في الحقيقه دايما يا جمانه بتقدم لنا حاجه مختلفه. شكرا ليك يا فسانت، ويمكن زي ما قلتي خليني اكد على الساده المشاهدين ان زي ما انت قلتي احنا كنا خلال ايام الاسبوع مع انها ايام شغل كان في تواجد كبير جدا، لكن خلاص احنا النهارده الاربعاء وبنتحضر للويكند او لنهايه الاسبوع، واليو ارينا كمان بتتحضر للحفل طبعا الحفلتين الكبار للنجمه ماجده الرومي وايضا الفنان الكبير كاظم الساهر، وفي يمكن هنا الناس متحمسه جدا للحفلتين دول، وبالفعل كان في حجز كبير جدا وكان في ضغط على موقع شركه تذكرتي عشان الحفلتين دول تحديدا، كمان الناس متحمسه قوي للحفلات اللي جايه. بس قبل ما اتكلم عن الحفلات اللي جايه فسانت، بما ان انت معايا بقى، يعني بتحبي ايه النجم كاظم الساهر؟ ها حبيبي بحبها قوي، بحب كاظم، يعني كل حاجه لكاظم بحبها، لكن انا على طول مشغله في عربيتي اغنيتها حبيبي، ما تسالينيش ليه. انت بتحبي ايه للفنانه ماجده الرومي؟ الفنانه ماجده الرومي لا بحب لها اغاني كلمات مثلا، بحب لها كلمات، وبما ان احنا في العالمين فعيناك ليالا صيفيه. حقيقي يعني حقيقي صح حقيقي. طب احكي لنا يا جمانه كده الاصداء عندك عامله ازاي؟ انا مستنيه اغاني كتير حقيقه بسنت، الاصداء قويه جدا، وخليني اقول لك انه في بجد توافد كبير جدا من اشقائنا العرب موجودين هنا في مدينه العالمين، وكمان في عدد كبير من السائحين الاجانب بالفعل موجودين في مدينه العالمين الجديده. وفي شيء كمان ملفت للنظر ومحترم جدا الحقيقه، خليني اقول لك ان مدينه العالمين الجديده يا بسنت حقيقي المدينه كلها نظيفة بشكل كبير جدا، وده شيء يشرفنا انه ده يعكس صورة مشرفة جدا لمصر، فأنا بوجه شكري لكل القائمين على نظافة هذه المدينة، الحقيقة يستاهلوا كل الشكر والتقدير. أكيد حقيقة أكيد شايفين قايمين بواجبهم على أكمل وجه، وصدقيني كل واحد في موقعه هنا يا بسنت
عامل اللي عليه وزياده، كل واحد بجد بيكون موجود من اول بدايه اليوم لغايه حتى نهايه اليوم، وبعدين تبقى فيه شيفت كمان، فطول الوقت انت شايفه ناس موجوده وشايفه ناس عايزه تساعد وشايفه ناس حقيقي حابه انها تقدم شيء مختلف، مش بس في هذه النسخه عامه، حابه تقدم شيء مختلف يمكن لهذه المدينه اللي بتمثل نقله حضاريه جديده بالنسبه لمصر. حقيقة جمانة، فاحنا لسه مكملين معاك يا باسنت الحقيقه، وانا استعرض معاكم يمكن على مدار حلقتنا النهارده مفاجات كتير زي ما انت قلت. حقيقي واحنا متحمسين عشان نشوف المفاجآت دي، انا شخصيا لسه ما اتفرجتش على حاجه، فمتحمسه قوي ان انا اشوفك النهارده وانت بتقدمي لنا يمكن وجبه مختلفه من الفعاليات اللي موجوده في العالمين. وزي ما اتكلمنا انه الفعاليات دي الحلاوه فيها او الحلو اللي فيها ان هي متنوعه ومختلفه، سواء من الاجواء او الفعاليات الرياضيه والفنيه والثقافيه، لكن النهارده احنا شايفين كده ايه شويه حاجات حلوه في الرياضه، فهنتابعها معاكي النهارده يا جمانه، بنشكرك إن شاء الله.